الغوص في أغوار التاريخ والتذكير به وأيضا توثيق الحاضر للمستقبل، هذا ما يقوم به ضيفنا لليوم الباحث واليوتيوبر عماد ربوان، والذي يقوم بعمل سلسلة من برنامجه اليمن الجمهوري ووصل بالحلقات إلى 30. عماد في البرنامج يبحث في التاريخ اليمني منذ القرن الثالث الهجري حتى قيام الوحدة، ويقدمه بلغة سهلة وأسلوب شيق للمشاهد. خلونا نشوف مقطع من حلقة بعنوان صراع الإمامة. إذن صراع الإخوة الأعداء، الأب والابن، أيضا ولدت صراعات على مر التاريخ داخل الأسر العلوية الفاطمية، فكان في كل زمان وفي كل مكان من يدعي نفسه الإمامة ضد الآخر. فمثلا بعد المتوكل إسماعيل سنة 1087 هجرية كان هناك 8 أئمة يدعوا لأنفسهم بالإمامة: الحسين ابن الحسن ابن القاسم في رداع، القاسم بن المؤيد ابن القاسم في شهارة، علي بن أحمد بن القاسم في صعدة، محمد بن عبد الله بن القاسم في برط، أحمد بن إبراهيم المؤيد في صعدة، محمد بن عبد الله الغرباني في برط، عبد القادر بن الناصر من أحفاد الإمام شرف الدين. ونرحب بضيفنا الباحث عماد، مرحبا بك عماد معنا اليوم. أهلا بك أستاذ أفنان والمشاهدين الكرام. الله يحييك عماد، بداية لو تعطينا لمحة عنك أولا، ومن ثم عن اليمن الجمهوري سلسلة هذه السلسلة. أنا عماد ربو، عماد جمال عامر ربوان، أدرس الآن ماجستير هندسة كيميائية. إن شاء الله. من شأن سلسلة اليمن الجمهوري هو عبارة عن سلسلة برنامج تناقش التاريخ والفكر اليمني منذ، مثل ما ذكرتم، منذ ما قبل الميلاد 8000 قبل الميلاد، وهنا تكلم على قحطان بن هود، حتى قيام الوحدة اليمنية 1990. خلال هذه المدة بنحاول نفتح، عبارة عن سلسلة، كل يوم قضية، كل يوم نناقش محور من محور التاريخ اليمني. طيب أنت قلت أنه نقطة بدايتك هي ما قبل الميلاد، ولكل شيء نقطة بداية، التاريخ نقاط البداية فيه متفرعة وفيها آراء أيضا كثيرة، أنت لماذا بدأت من تاريخ ما قبل الميلاد وما هي خطتك أيضا؟ هو أنا معتمد على بعض الكتب، ومنها كتاب الحسن بن أحمد الهمداني في الإكليل. الإكليل الحسن بن أحمد الهمداني هو جايب نقطة البداية للإنسان اليمني منذ هود وقحطان بن هود، فبالنسبة لي هي هذه هي الأهم نقطة، وهذه هي البداية الإنسان اليمني. نحن نعرف أن أصل اليمنيين هم يعودون إلى قحطان. طيب من هو قحطان؟ إذن هو البداية، هو نقطة الصفر يعني، ومن بعد ذلك نبدأ من قحطان، ومن بعد ذلك مملكة سبا والممالك الأخرى اليمنية القديمة المعروفة والممالك اليمنية الصغيرة، ثم ندخل في عهد الإسلام، ومن بعد الإسلام ماذا جرى بعد الإسلام حتى اليوم. طيب المسؤولة التي تقع على عاتقك كبيرة جدا وأنت تتحملها، ما هي مصادرك؟ هو مدى اعتمادك على هذه المصادر، وهل يعني في هذه المصادر نفسها هل تجد تناقضات؟ هو المسألة، هو بالفعل أنت تتكلم حول تاريخ وهوية وفكر لبلد يعني، ومع الأسف لا يوجد قنوات إعلامية تحدث حول هذا الموضوع لصعوبة المصادر والمراجع. لكن أنا ما أقوم به أننا أرجع لمصادر ومراجع معينة هي ذات ثقة. أولاً أبدأ قراءة هذه الكتب وهذه المصادر، ومن بعد ذلك بعد قراءتها وتفحيصها وبعد قراءتها أعود إلى أهل الاختصاص الذي أساتذة في الجامعات اليمنية أو المهتمين في هذا الشأن. الفكرة أوكي، أنت بتحصل أيضاً تناقضات بحكم أنه بالأخير تاريخ مثل أي تاريخ. كيف تتعامل مع هذه التناقضات يعني وأنت تقدمها معلومة جاهزة للمشاهد؟ التناقضات إن كان هناك تناقضات واضحة في عدة مصادر أقوم ما أتجاهلها وأجيب ما هو متفق حوله، لكن هناك أحياناً شيء متناقض، المؤرخ أو قد يكون الكاتب لديه توجه سياسي معين أو قد يكون لديه رؤية معينة، هذا تجنبها. أو أيضاً أن نعمل حل ثالث، ألا يحدث ذلك فجوات في السرد في سرد التاريخ؟ لكن في الحل الثالث أنه أجيب ماذا قيل في حول الموضوع من عدة وجهات نظر. نعم. يعني أنا مثلاً لدي الدولة النجاحية أو دولة بني زياد في تهامة، كان هناك عدة اختلاف حول من هو محمد بن عبد الله بن زياد مؤسس الدولة الزيادية. هناك خلاف حول المؤرخين، والمؤرخين هؤلاء هم من أعظم المؤرخين في اليمن، وكلهم يقولوا برؤية مختلفة، فاضطريت أن أنا أقول للمشاهد الثلاث وأربع روايات، الرواية الشجاع يقول كذا،
عمار اليمني يقول كذا، ابن خلدون يقول كذا، بحيث أن المشاهد يشوف الأنسب وعلى أساس يبني. ما هي الأرجح؟ أنا الذي هنا كلمة فصل أقول أن الأرجح ويبدو أنها الرواية هي الأفضل، لكن هناك روايات أخرى ومؤرخين ومؤلفين معتبرين بالتاريخ. يعني وهذه مشكلة أزلية في التناقض في سرد التاريخ. طيب أنت قلت إنه بالمناسبة خاصة في اليمن، خاصة في اليمن التاريخ اليمني مع الأسف، لأنه أصلاً لم يكن هناك اهتمام، وبالتالي التناقضات كثيرة. أوكي في اختلافات في التاريخ العربي، التاريخ الإسلامي، لكن في التاريخ اليمني خاصة ما أكثر التناقضات وما أكثر الاختلافات. نعم، إما قلت أن القنوات التلفزيونية أو الإعلامية اليمنية لم تتجه في اتجاه الاهتمام بالتاريخ وإلى ما ذلك، وليس لها القدرة، ما الذي يجعلك أنت مؤهلاً للبحث في التاريخ وتقديمه للمشاهد؟ أنا في الحقيقة أنا أعرف نفسي لست مؤرخ، ولست إنسان، ولا كنت أتمنى، ما كنتش أتوقع نعم باحث في التاريخ. أيوة، ولكن الاحتياج هو الذي جعلني هذا الشيء. المسألة أكثر شيء واجه القنوات التلفزيونية هي المادة، هي صعوبة البحث وصعوبة القراءة. أنا معي قناة تلفزيونية، عندما أعد مادة تاريخية مفروض أننا أقرأ عدة كتب وعلى أساسها أظهر القناة التلفزيونية. بعض المعدين لا يجدون مثلا هذه المهارة. في المقابل هناك لدينا مؤرخين معتبرين، دكاترة جامعيين، لكن ما عندهمش قوة، ما عندهمش أسلوب أنهم ممكن يطلع للجمهور، لديه برودة برودة الأكاديمي. وبالتالي مثلا هناك بعض القنوات جاءت بعض المواضيع التاريخية، لكن عدد المشاهدات أو عدد الناس المتابعين لها لا يكاد يذكر، لأن من جاء هو دكتور جامعي ويتمتع ببرودة لا المستمع لا يمكن أن يستمر معه دقيقتين ثلاث دقائق. وهذا يقودني إلى سؤالك، لماذا اتجهت ببرنامجك لليوتيوب ولم تختار قناة تلفزيونية مثلا؟ القناة التلفزيونية أو اليوتيوب، هناك القناة التلفزيونية أنا مثلا أنا معتمد ببعض الشروط في القنوات التلفزيونية، مثلا أنا ملزم بساعة، ملزم بنصف ساعة، ملزم بآلية معينة، لكن اليوتيوب أنا أعتقد أنه اللغة السهلة بينك وبين الجمهور، منك إلى الجمهور، لا توجد هناك شروط، دون محاذير، دون شيء. أنا عندما مثلا عندما يجي لي تعليق من مشاهد يقول لي يا عماد ممكنك مثلا تعدل هذه النقطة، ممكنك تكون تضيف هنا كذا، أنا ما عندي شروط مع أحد، على طول مثل ما يريد المشاهد بتعامل معه. حتى على مستوى الإلقاء مثلا البعض يقول لك يا أستاذ عماد ممكن أنه تتكلم بلهجة عامية أكثر، ممكن أتكلم بلغة عربية، ممكن أتكلم بهدوء. أنا والجمهور، أنا والمشاهد جالس نتكلم، أنا ما نش غريب علي. أشعر أن القناة التلفزيونية عاملة مش هي بتنقل للجمهور، لكن اليوتيوب أصبح اليوم هو لغة تواصل، لغة تواصل سهلة بين وربما القنوات التلفزيونية أيضا موجهة لجمهور معين، كل قناة لجمهور معين، بينما وأيضا أنت ما هو الجمهور الذي تود الوصول له؟ أنا أود أوصل الإنسان البسيط، وهذا هو هدفي. أنا أريد أن أوصل للطفل الذي هو الآن بيعبب معلومات خاطئة وأفكار خاطئة، أريد أوصل للطفل هذا الذي موجود في القرى وفي المدن، أريد أوصل للفلاح المسكين، الفلاح الذي هو الآن مش فاهم شيء، مش عارف حاجة، أريد أوصل للفلاح، أريد أوصل الذي يشتغلوا بخلف الجبال، هؤلاء هم هدفي. جميل. هذا الذي أريد أن أوصل إليه إن شاء الله. هذه أنا بعد مشاهدتي لكم فيديو أنت نشرته أعتبرها دروس تاريخية شيقة، ما مدى إقبال الجمهور على هذه الدروس؟ التاريخ بحد ذاته هو مادة ثقيلة عند المشاهدين بشكل عام، حتى كل واحد لدينا لديه ذكريات عن أن التاريخ كان مادة صعبة بالدراسة. مثلا معنا أكثر شيء مثلا تاريخ صف تاسع درسنا في المدارس كان عن الاحتلال العثماني والاحتلال الجزائر، الاحتلال الفرنسي للجزائر والاحتلال البريطاني مش عارف ليش. الناس سئمة التاريخ، الناس تقول التاريخ هذا حفظ ومادة صماء، لكن عندما ظهرنا للجمهور أولا اتفاجأوا، تاريخ يعني مش مادة ثقيلة، لكن الحمد لله استطعنا نذوب التاريخ واستطعنا نقرب إلى الجمهور. اليوم المشاهدة بقدر أو يعني بشكل أو بآخر أصبحت بالنسبة لي مرضي للمشاهدة، لأن أنا مدرك أن أنا أتكلم حول مادة ثقيلة في حد ذاتها. صحيح. والمشاهدة الآن في اليوتيوب هي أقل بكثير، لكن عندما تقارنها بالفيسبوك وعندما تقارنها بالتويتر لا هناك فرق كبير. الفيسبوك هو الذي ينتشر فيه. مثلا أنا أديها مثلا بعض الحلقات ممكن أحصل 3000 4000 مشاهدة في حلقة من حلقات في الفيسبوك، بينما أحصل في اليوتيوب مثلا 200 250 مشاهدة يعني.
ربما هذا يعني لازم تغير من أولوياتك وترتيباتك حتى يشاهدوا في اليوتيوب. طيب عشان الوقت ما بيكفيناش أسألك عن ذكرى ثورة 26 من سبتمبر قادمة بالطبع بعد كم يوم، ما الذي تحضره لهذه المناسبة؟ لدينا حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، ذكرنا فيها ماذا حدث قبل ليلة 26 سبتمبر والتجهيزات والتحديات الذي كانت لهذه الثورة، وماذا حدث في ليلة 26 سبتمبر. عملنا عبارة عن فيلم حاولنا نصوره مثل مسلسل. ماذا حدث بالضبط؟ البعض يعتقد أن ثورة 26 سبتمبر قام بها علي عبد المغني وعبد الجزيلان والبعض وخرجوا، بينما هناك شخصيات أخرى لم تعرف بعد. بينما هناك أحداث. هل يعرف المشاهد أن ثورة 26 سبتمبر تأجلت لأربع مرات؟ ماذا تعني تأجل أربع مرات؟ المرة الأخيرة التي قامت بها الثورة كادوا أن يتم اعتقالهم جميعهم الثوار، فعانوا يئسوا، بعضهم انسحبوا، بعضهم ما قدرش يكمل. أنا ممكن أيأس، ما قدرش، بعضهم انسحبوا ورجعوا، بعضهم أصروا أنهم يقاوموا الحرب، بعضهم. ماذا عاشوا الثوار في هذه الليلة؟ ما كانت معنوياتهم؟ لم تكن معنوياتهم كلهم مثل ما نتوقع أنهم ثوار وكانوا فرحين، لا، بعضهم عبد الله قسيلان يقول وصي قبل أن يدخل في الثورة يوصي، كانت زوجته بمصر مع ولدها وفيه مرض، يوصي أنه إذا مت أو يستشهد ويحصل لي كذا كذا. أريد أن أوصل لهؤلاء كيف كانت شعورهم، كيف كانت مشاعرهم. جميل عماد، وإجابتك عن هذا السؤال هي يعني إعلان تشويقي للحلقة القادمة إن شاء الله، وإحنا متابعين أيضا. كلمة أخيرة في برنامجنا عماد تقدمها للمشاهد. أولا أشكر قناة بلقيس لاهتمامها بجميع من يظهر اليوتيوب، يعني حقيقة البرنامج هذا خاصة لأنه بيعرفنا اليوتيوبرين اليمنيين بشكل عام. أما المشاهد الكريم فأنا أدعوه إلى متابعة برنامج اليمن الجمهوري، وإن كان هناك أي ملاحظات أو تعديلات أو انتقاد أهلا وسهلا به. بالأخير أنا أقدم تاريخ وهوية بلدك أنت، وبالتالي أنت مطالب أنك 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 تحاسب حتى عماد، لأنه بالأخير أنا ما أتكلمش حول عماد أو حول ولاية عماد، لا، أنا أتكلم حول مركزة، حول قريتك. نعم، أنا أتكلم حول قريتك، حول علمائك، حول بلدك. إذا عماد أخطأ أنت عماد هو معرض للمحاسبة والانتقاد وكل شيء، وأنا مستعد. إذن الباحث في التاريخ وصانع المحتوى عماد ربوان، أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق. شكراً.